بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من فقرات تعليم اللغة الفرنسية مع كتاب يليغ اي كومبخوندر كالعادة. طبعا كنا قد توقفنا مع هاد الأصوات اي اي اي. إذا الآن في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى هذه المقاطع اللفظية. عندنا كلي كلي، فغي كري، بلي كري، بلي. إذن كلي، إذن طبعا كما قلنا بأن آي تنطق كا أي. إذن عندنا كلي، فغي، كري، بلي، بلي. مثلا جو سي ليغ جو سي. إذن عندنا لو فيرب سافوار كما رأينا فيما سبق مع أي لو بالي، كما نلاحظ عندنا هنا سي لو بالي. ثم عندنا جو سي ليغ جو سي ليغ، سي لو فيرب سافوار، طبعا مصرف في البريزون. إذا طبعا لو فيرب سافوار فعل عرفة، ومن كما قلنا كلمة لو سافوار يعني المعرفة، طبعا تتكتب بحال الفعل. إذا كما قلنا الآن جو سي ليغ، أنا أعرف أقرأ أو أعرف القراءة. طبعا ليغ هذا سي لو فيرب ليغ يعني فعل قراءة. أما القراءة في اللغة الفرنسية اللي بغينا نعرفو المصدر هو لا ليكتور، القراءة لا ليكتور. هنا عندنا ليغ قراءة، ولكن كما قلنا بأنها تجي بهذا المعنى سي فغي جو سي ليغ، سي فغي جو سي ليغ، سي فغي أنا أعرف القراءة، هذا صحيح، هذا حقيقي. ممكن أن شخصا ما يقول لك كلام فتقول له سي فغي، هذا حقيقي، هذا الذي تقوله صواب. إذن سي فغي. جو في تو ليغ اون بيل استواغ، جو في تو ليغ اون بيل استواغ، أنا سأقرأ لك. مثلا عندما نقول جو في ليغ أنا سأقرأ، جو في ليغ أنا سأقرأ. طبعا عندنا هنا لو فيرب ألي، وكما ذكرنا فيما سبق بأن لو فيرب ألي ملي تتصرف أمام فعل آخر تيجي الانفينيتيف، تيكون عندنا لو فيتور بروش، كما نقول المستقبل القريب. المستقبل القريب إلا بحثنا عليه غادي نلقاو تتكون من لو فيرب ألي كسومي أوكسيليير، كنصف مساعد، ثم يأتي بعده الفعل المراد تصريفه. طبعا هو ما غيتصرفش، ولكن هو المستهدف في الكلام. إذا بحال هنا غنتكلموا على أنا سأقرأ، الموضوع تيتكلم هنا على القراءة. إذا جو في ليغ أنا سأقرأ، جو في تو ليغ أنا سأقرأ لك. المقصود هنا جو في ليغ بوغ توا، أنا سأقرأ لك اون بيل استواغ، قصة جميلة. اون بيل استواغ، قصة جميلة. طبعا كلمة استواغ ممكن تعني التاريخ، تنتكلمو على ليستواغ. ليستواغ اي لا جيوغرافي، اذا نتكلم عن التاريخ والجغرافيا. مثلا هنا عندنا استواغ تتعني القصة. جو في تو ليغ اون بيل استواغ، انا سأقرأ لك او انا سأقرأ لك قصة جميلة. ثم tu as mis de la craie par terre. tu as mis انت وضعت او انت وضعتي de la craie. de la craie يعني الطبشور، من الطبشور كما نقول يعني وضعت الطباشير. par terre على الارض. انت وضعت، عندنا هنا le verbe mettre tu as mis. طبعا le verbe mettre conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. تنشوفو بأنه تصرف في الباسي كومبوزي مع الأوكسيليير أفواغ. tu as mis de la craie. كما تنشوفو كلمة la craie أنها تتكتب أي، وهذا هو المتعارف عليه. إذا tu as mis de la craie، أنت وضعت من الطبشور أو أنت وضعت الطباشير par terre على الأرض. une tasse pleine de café.
إذا نتكلم عن كأس مملوء طبعا نتكلم عن إن طاس. كلمة طاس كما تلاحظوا هي كلمة مؤنثة إن طاس. طبعا سنقول هنا بلان كما ذكرنا فيما سبق بأن في المذكر نقول بلا أننا نحذف هاد أ، لكن هنا نتكلم عن المؤنث إذا سنقول بلان إن طاس بلان دو كافي. إذا نتكلم عن كأس مملوء بالقهوة إن طاس بلان دو كافي. ثم جوفي ألا كاف، جوفي ألا كاف أنا ذاهب ألا كاف. طبعا لا كاف في البنايات نتكلم عن الغرفة الموجودة أسفل الأرض. جوفي ألا كاف أنا أذهب إلى لكاب. لكاب يعني تنتكلم عن الغرفة الموجودة أسفل مستوى الأرض. جوفي ألا كاف. بخون إن لامب خذ مصباحا. بخون إن لامب بخون إن لامب مينا خذي مصباحا مينا. إكليغ موا إكليغ موا أضيء إلي. طبعا نتكلم هنا على لو فيرب إكليغي، هنا لو فيرب إكليغي. إكليغ موا أضيء إلي أضيء إلي أشعلي المصباح حتى أرى ما يوجد أمامي. إكليغ موا أضيء إلي. إذن جوفي ألا كاف بخون إي لومب مينا. إكليغ موا جو سي ليغ سي فغي. Je vais te lire une belle histoire. Tu as mis de la craie par terre. Tu as mis de la craie par terre. Une tasse pleine de café. Une tasse pleine de café. Je vais à la cave. Je vais à la cave. Prends une lampe, Mina. Prends une lampe, Mina. Éclaire-moi. ثم عندنا هذه المقاطع اللفظية وهذه الكلمات اي لي بي لي بي. كما تشوفوا هنا كاين واحد الدور هنا لي. هنا عندنا ال، هنا عندنا بي، هنا عندنا بي. اي لي بي سي سي لولي لولي يعني الحليب. لا نيج التلج، لا نيج التلج وممكن تعني الثلوج. جو سي جو سي انا اعرف. طبعا كما قلنا سي لو فيرب سافوار هذا فعل عرفة. جوفي جوفي هذا لو فيرب الي، هذا لو فيرب الي. نقول جوفي تي فا إيل فا. ثم معنا نقول نوزالون فوزالي إيل فون إيل فون هم يذهبون. طبعا لو فيرب سافوار نقول جو سي تي سي إيل سي نو سافون نو سافون vous savez ils savent ils savent. هذا سي لا كونجيغيزون دو فيرب savoir au présent au présent. اذن كما قلنا عندنا اي عندنا اي les بي بي بي
سي لولي لولي la neige je sais je sais Je sais, أنا أعرف. Je vais. بعد أن ننتقل إلى هذه الكلمات وهذه الصور، nous prenons la première image. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le clairon. C'est le clairon. طبعا كلمة le clairon كما تلاحظوا تتضمن هاد أي. Le clairon. Le clairon. Le clairon. Le balai, le balai, le balai. Voilà, c'est le balai. La troisième image. Pour la troisième image, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le blé, blaireau. C'est le blaireau. Voilà, c'est le blaireau. Pour la quatrième image, nous posons toujours la même question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une baleine. C'est une baleine. C'est une baleine. C'est une baleine. نتكلم عن حوت كبير يسمى بهذا الاسم. Pour la cinquième image, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le lait. C'est le lait. C'est le lait. C'est le lait. نتكلم على الحليب. L'image suivante. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a ici? Que représente l'image suivante? Il a neigé. Et donc, comme on a dit, هو أتلاجة. المقصود هنا بأن التلج سقط. هو أتلاجة. هو أتلاجة. الجو أدى إلى سقوط ثلوج. Il a neigé. L'image suivante. Qu'est-ce qu'il fait? L'aigle emporte le mouton. إذا نتكلم عن النسر يحمل أو يختطف كما نقول le mouton. الخروف. إذا النسر يخطف خروفا. L'aigle emporte le mouton. L'aigle, 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 l'aigle. Emporte, c'est le verbe emporter. C'est le verbe emporter. Le mouton, le mouton. L'aigle emporte le mouton. Pour la dernière image, qu'est-ce qu'on a? La porte du frigidaire est ouverte. La porte du frigidaire. Du frigidaire. Du frigidaire est ouverte. Est ouverte. Bab at-tellaja. La porte du frigidaire est ouverte. Ou maftouh. Est ouverte.
هو مفتوح. طبعا نقول اوفرت لاننا نتكلم عن لابورت، الباب، كلمه مؤنثه في اللغه الفرنسيه لابورت. اذا لابورت ايت اوفرت، الباب مفتوح. ثم ننتقل الى هذه الفقره، نو باسون سو باراغراف. نو برونون تو دابور لي مو افيك اي، افيك اي، افيك ا اي، جو مون في. طبعا هنا عندنا لو فيرب سونالي، هنا عندنا لو فيرب سونالي. سونالي انك تمشي بواحد اتجاه معين، انك تذهب في اتجاه معين. اذا جو مون في، انا اذهب في اتجاه معين، انا اذهب، انا اسير في اتجاه معين الى مكان معين. جو مون في. ثم جيم لو ليفري، جيم لو ليفري، جيم سي لو فيرب امي. طبعا لو فيرب امي كما تلاحظوا تيتضمن هاد اي. جيم انا احب، لو لي فوالا سي لو لي، فخي فخي يعني طري، فخي يعني طري. تنتكلموا على المذكر، لو لي يعني الحليب، كلمه مذكره لو لي. طبعا هنا سنقول فخي، في المذكر نقول فخي يعني طري، ولكن في المؤنث نقول فخاش، في المؤنث نقول فخاش. إذا وصفنا شيئا ما مؤنثا سنقول عنه فخاش ولا نقول فخي، فخي للمذكر. إذا جو مون في، جو مون في، جيم لو لي فخي. أبخي نو برونو لي مو افيك او اي، افيك اي، باغ اكزومبل لا نيج، لا نيج، لا نيج، لا نيج، يعني التلج. روني ادو لا بان il pleure. روني ادو لا بان il pleure. اذا روني عنده، روني عنده حزن. روني ادو لا بان، اذا روني عنده حزن. il pleure هو يبكي. اذا المقصود ان روني حزين. il pleure هو يبكي. روني ادو لا بان، روني ادو لا بان. اذا روني كما نقول انه عنده غم، عنده هم، عنده حزن. il pleure هو يبكي. après nous prenons les mots avec r، دولار من الهواء، دولار. احيانا نتكلم مثلا عن كورون دير، كورون دير، اذا مجرى الهواء او مجرى الريح. اذا دولار ميناء الهواء. لو بون فو كلير، لو بون فو كلير، لو بون فو كلير. اذا نتكلم عن النار الجميله، كلير الواضحه، الواضحه يعني كما نقول الصافيه. قبل قليل راينا اكليرمو، اكليرمو يعني اضيء لي. تاتي من هذه كلمه كلير، نتكلم عن شيء واضح. لو بو، يقول لك الاستاذ مثلا سي كلير، هل هذا واضح؟ سي كلير، هل هذا واضح؟ هل ما شرحته لكم واضح؟ سي كلير. اذا نقول هنا لو بون فو كلير، اذا نتكلم عن نار جميله الواضحه. ثم عندنا هاد اوزيد التي تنطق ايضا، ثم عندنا اوزيد التي ايضا في حالات كثيره انها تنطق ك اي، تنطق اي، كما عندنا هنا فوني، خاصه مع الافعال اللي تتصرف مع فو انها تنتهي في البريزون مثلا، تنتهي بأوزيت. فو فوني، انتم تاتون. فوني تعالوا، افيك موا، افيك موا معي. مثلا عندنا لو فيرب فولوار، طبعا هذا سي لو فيرب فونيغ، هذا فعل اتى. اذا تامر اشخاصا تقول لهم فوني افيك موا، فوني افيك موا، فوني افيك موا، تعالوا معي. ثم عندنا لو فيرب فولوار كما قلنا الان، طبعا صرفه ايضا مع فو، نقول فولي فو، هل انتم تريدون؟ نقول مثلا فولي فو سورتيغ،
هل أنتم تريدون الخروج؟ أو نقول مثلا Voulez-vous jouer avec moi؟ هل أنتم تريدون اللعب معي؟ إذن عندنا Voulez-vous، هل أنتم تريدون؟ Voulez-vous. إذن طبعا في متى نصرفه الفعل مع فو في البخيزو مثلا، أو في الامبيراتيف في الأمر كما عندنا هنا مع فو، إذن نضيف هاد زد وتنطق أي كما عندنا هنا. إذن طبعا سنستأنف مع هاد الفقرات قريبا. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.